عسلامة عسلامة ومرحبا بيكم وإن شاء الله رمضانكم مبروك وصحة شربتكم وإن شاء الله يا ربي صيامكم مقبول. أنا تو موجودة في فضاء ياسر ياسر مزيان اللي هو قصر عياد موجود في باب منارة. ماشي أنا وياكم وباش نشوفوا ديجا في الروبورتاج أجواء ياسر مزيانة وأجواء عائلية. شفت ياسر ياسر محلاهم، شفت برشا حب في عينيهم، محلاها البلايص هذيا وأنا نشوف في إنسان راهو جايني جايني راهو يدخلني بعضي ميكرويا وبرنامجي وتلفزتي هنوس. هو فضاء معناها ياسر ثقافي بالحق، معناها هو ثقافي ياسر فيها الارشتكتور نتاعنا نتاع المدينه العربي. معناها انا بزوان باش نشجعوا بالحق الشباب هذوما، والله بالحق معناها شكون يعملنا حاجه 100% تونسيه. فريمون الف مبروك عليه وخويا، وانا فرحان فرحان في اليوم انا شمس في المدينه العربي شيخ فرحان على الاخر. عاد انت تموت هكا عاد الدوليشه في المدينه العربي وكرويح البنينه وال سينو احنا هذيك احنا هذيك تونس مش اللي يجور السيمين لطفه كمان نبني واحنا دويكا لطف يا ربي. انت عجبك الفضاء هكا تو هكا ملايكته خفيفه، اهم حاجه ملايكته خفيفه. بالحق انا فرحت له برشا اخونا محمد ومعناها اللي شفته انا ماذا بين الناس كل تشوفوا اللي فان تاعي شوفوا بالحق سي تخي بو. ننصحكم تجيو لهنا، عنده مرشا عنده مشقه مفطر، عنده امه محلاها تهبل محلاها تهبل او الزغري انا قلت امه زغرته صلي على النبي. لا بس معناها هو اللوكال ياسر فاميليال ونظيف ياسر. دونك كي وسام عيسي وكي ليكيب اللي تخدم لهنا الكل وكارتاج بلوس وجماعة الكل اللي جاو مرحبا بكم في خسارة عيد وان شاء الله نشوفوكم في رمضان ونشنوها الدنيا الكل مع بعضنا. وانا نوسة عزيزي نبوسكم بوسه مرصوصه ونقول لكم مرحبا بكم في برنامجكم اللي تموتوا عليه واللي تحبوه شمس ونجوم. مرحبا بكم في خسارة عيد واللي ما يجيش ويشوف الفيديو هذيا والله نخرج له. والله.